مساء الخير على حضراتكم جميعا. النهارده امسيه غير عاديه، معانا علم من اعلام تاريخ مصر الحديث والمعاصر، الاستاذ الدكتور احمد الشربيني، استاذ تاريخ مصر الحديث بكليه الاداب جامعه القاهره، وهو كان عميد سابق للكليه لو انا معلوماتي مش غلط، صح يا دكتور؟ تمام يا فندم، تمام، اوكي. وفي نفس الوقت النهارده كمان بنمر سبعين، تمام الصوت يا تمام دكتور، بيمر النهارده 70 عام على ثورة 23 يوليو 52. فالنهارده أمسية غير عادية لأنه بنحتفل كلنا بحدث أنا جليل، سامعك حدث جليل سامعك في تاريخ الوطن. أيضا النهارده بنحتفل بمرور 20 سنة على جروب آثار وحضارة مصرية، وبنحتفل أيضا بمرور 13 شهر على أول لقاء فيديو معانا في مؤتمر أهمية النيل لمصر عبر العصور مع أستاذنا الجليل دكتور أحمد الشربيني. النهارده هيحدثنا عن الثورة من منطلق جديد جدا، وهو منطلق في ضوء عالم متغير، في ظل عالم متغير. اتفضل حضرتك يا دكتور، احنا الزوم هيبقى قدامنا حوالي 30 دقيقة او 35 دقيقة، انا هقول لحضرتك انت هنفصل وبعدها نبتدي نقفل ونفتح الزوم ونواصل في جلسة تانية عشان الحضور يستفيدوا من علم حضرتك بالأسئلة والمداخلات، كلنا نتعلم ان شاء الله. اتفضل، ممكن حضرتك تقفل الفيديو عشان الكواليتي. تمام، اتفضل يا استاذنا، انا كمان هقفل الفيديو عندي. ممكن لا ممكن لا، هو الصوت ما زال فيه مشكلة يا دكتور. عشان الصوت، عشان دكتور المشكلة في ما صوت، في يسألش مشكلة في الصوت، الفيديو. أنا الصوت تمام فيه يا مشكلة فندم، ما زال. شكرا جزيلا للقاء. أستاذنا قبل ما نبتدي، بس الصوت لسه عند حضرتك ضعيف جدا وبيقطع، لو حضرتك ممكن تشوف مكان يكون يعني بعيد عن المبنى نفسه، ممكن في البلكون أو حاجة، جايز الدنيا تبقى أفضل شوية في السيجنال. ايوه نبدا من الاول تاني. تمام. طبعا انا شاكر جدا لك يا دكتور باسم الشناوي على حضرتك افتتاح قرب من الحلقه المايك ده، يا دكتور، لا زي كان الأول كان الصوت أوضح. في موضوع مهم. كده اوضح؟ كده تمام، حافظ على الوضع ده بقى. شكرا. طيب تمام يا فندم، انا طبعا سعيد جدا بالمداخله دي، واتمنى ان الصوت يبقى واضح يعني حتى نستكمل الوقت بتاعنا، ويعني نلقي الضوء على الفكره التي ساتناولها في هذه الامسيه. الفكره قايمه على انه ثوره يوليو 1952 ما زالت حتى اليوم يعني مسار جدل وخلاف في وجهات النظر حول هذا الحدث المهم جدا، حتى واحنا ملاحظين ده على المستوى المحلي وكذلك ايضا على المستوى الاقليمي وكذلك ايضا على المستوى الاكاديمي الدولي. يعني هناك من يرى في هذه الثوره علامه بيضاء ونقطه تحول مهمه في تاريخ المجتمع المصري، وهناك من يحاول ان يعني لا يرى في ذلك، في هذه الثورة يعني أهمية أو ما إلى ذلك. وده احنا ملاحظينه قوي من خلال الكتابات اللي ظهرت، وخصوصا بعد 25 يناير 2011 شفنا الهجوم الكبير اللي كان على ثورة 52. الثورة دي ثورة 52 لازم لما نيجي نقيمها يجب أن تقيم
في إطار الظروف اللي كان بيمر بها المجتمع المصري والمجتمع الدولي في ذلك الوقت. إزاي؟ العالم في الوقت ده كان بيشهد يعني تغييرات كبيرة جدا. ليه؟ لأن احنا الحرب العالمية الثانية انتهت 1945، والحرب العالمية الثانية فتحت المجال لتغيير موازين القوى في العالم وتغيير أشكال التكتلات والأحلاف في العالم. ساهم في هذا التغيير الأطراف التي انتصرت في الحرب. الأطراف التي انتصرت في الحرب هي التي ساهمت في هذا التغيير. التحالف الذي انتصر في الحرب نقدر نسميه تحالف الأضداد. بمجرد ما انتهت الحرب بدأنا يعني اتجاهات مختلفة في العالم أفرزت كتلتين، كتلة شرقية وكتلة غربية. ساعد في هذا خروج إنجلترا من الحرب رغم انتصارها مجهدة جدا، وخروج أيضا فرنسا رغم أنها أيضا كانت من ضمن مجموعة الحلفاء التي انتصرت في الحرب أيضا مجهدة جدا. الذين خرجوا من هذه الحرب أقوياء الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي. طيب إنجلترا خرجت من الحرب منهكة رغم انتصارها. طب بسبب إيه؟ بسبب الديون التي يعني تراكمت عليها في أثناء الحرب. كانت إنجلترا عندها ظروف صعبة جدا بتمر بيها، المجهود الحربي كان بيحتاج إلى نفقات هائلة، وده دفع إنجلترا ليه أن تقترض حتى تغطي تكاليف الحرب، ولم تجد أمامها إلا الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك أيضا غطت جزء من تكاليف الحرب بأرصدة المستعمرات، وإحنا نعرف إن مصر خرجت من الحرب العالمية الثانية دائنة لإنجلترا بمجموعة بمبلغ كبير جدا عرف بالأرصدة الاسترلينية، وكمان أيضا جنوب أفريقيا وبالإضافة إلى الهند. إنجلترا بعد الحرب العالمية الثانية بالإضافة إلى أنها كانت مدينة للولايات المتحدة الأمريكية ولبعض مستعمراتها، كان عندها مشكلة أيضا في بناء الداخل، تريد أن تعيد بناء إنجلترا من الداخل وتعيد الوضع إلى مستوى ما قبل الحرب، وتوجه كل الإمكانيات التي كانت موجهة للمجهود الحربي لإعادة بناء الاقتصاد البريطاني وإعادة يعني التنمية مرة أخرى إلى المستوى الذي كان موجوداً قبل الحرب العالمية الثانية، في الوقت الذي كانت أيضاً بتفكر فيه في الاحتفاظ بمستعمراتها. وده كان على فكرة بعد الحرب العالمية الثانية مكلف جداً، في ظل تصاعد الحرب الباردة وفي ظل تنامي حركات التحرر في المستعمرات. وده اللي دفع إنجلترا بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة بعدها بسنتين كده إنها تعلن بأنها ستتخلى عن كل مستعمراتها التي تقع في شرق قناة السويس، وعلى رأسها الهند. الهند التي كانت تعرف بدرة التاج البريطاني والتي كانت بها مركز إدارة المستعمرات البريطانية كان في الهند وزارة المستعمرات. إنجلترا على طول بعد الحرب العالمية الثانية بسبب ارتفاع تكاليف إدارة المستعمرات وبسبب الأزمة الاقتصادية اللي كانت إنجلترا بتمر بيها قررت أن تضحي بالهند وتتخلى عنها، وأعلنت سنة 1947 تخليها عن الهند وعن كل مناطق شرق قناة السويس كما قلت. لكنها لم تفكر في الجلاء عن مصر لأسباب كتيرة جدا، لأهمية مصر الاستراتيجية، ورغبة إنجلترا بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحويل مصر إلى مركز لقيادة الشرق الأوسط. الشرق الأوسط الكبير اللي كانت إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية بدأت تفكر في صياغته من خلال مفاوضات عقدت بينهما 1945 و1947 ثم بعد ذلك 1951. كانوا بيعملوا مشروع، بيفكروا في إقامة مشروع شرق أوسطي علشان يستوعب إسرائيل، وبالتالي تم التركيز على مصر لتكون هي مركز القيادة لهذا المشروع.
وتبقى مركز القيادة دي في منطقة قناة السويس، في قناة السويس. والفكرة دي يعني إنجلترا بدأت يعني تفكر فيها بشكل جاد مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد الإعلان عن قيام الدولة اليهودية ومشكلة اللاجئين الفلسطينيين. ده فيما يتصل بإنجلترا. أما فرنسا فكان وضعها يعني أصعب من إنجلترا، خرجت من الحرب أيضا رغم انتصارها مجهدة جدا، لأن فرنسا يعني البنية الأساسية بتاعتها في أثناء الحرب العالمية الثانية يعني تحطمت تماما، وبالتالي كانت من أكثر الدول الأوروبية تأثرا بالحرب. ومع ذلك كانت في نهاية الحرب أيضا عندها مشكلة، وهي إعادة إعمار وإعادة بناء ما هدمته الحرب في الداخل الفرنسي، وده كان بيحتاج إلى وقت وإلى جهد وإلى أموال. وفرنسا أيضا كانت متعسرة في هذا، كما كانت أيضا إنجلترا متعسرة. طب في الوقت ده كانت أيضا فرنسا بتواجه مشكلة على مستوى المستعمرات بتاعتها، وبدأت فعلا حركات تحرر تظهر في هذه المستعمرات، وخصوصا المستعمرات التي كانت أكثر ارتباطا بفرنسا، أو المستعمرات التي كانت فرنسا ترى فيها امتدادا لفرنسا الأم، وخصوصا مستعمراتها في شمال إفريقيا، ومن بينها الجزائر التي قامت بها ثورة هتطيح بالوجود الفرنسي في يعني بعد ثورة 52. دول إذن الحرب العالمية الثانية أعلنت عن تراجع دول استعمارية ضليعة في الاستعمار، إنجلترا وفرنسا، لكن في نفس الوقت بتعلن عن بزوغ نجم الولايات المتحدة الأمريكية بقوة، واهتمام الولايات المتحدة الأمريكية أكثر بمنطقة الشرق الأوسط وبالوضع اللي كان موجود في مصر. فأمريكا طلعت من الحرب دائنة وأقوى عسكريا، طلعت من الحرب ولديها تطلعات بمنطقة الشرق الأوسط أو المنطقة العربية تحديدا، ومناطق النفوذ البريطاني بسبب النفط والسعي لتأمين مصالحها في هذه المناطق. وكانت بتفكر في ده، في أن ترس الدور البريطاني بعد أن أدركت حجم المأزق الذي كانت تعيشه بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية. وعشان كده هنلاحظ أن فرنسا في المفاوضات التي دارت بينها وبين أقصد نلاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية في المفاوضات التي دارت بينها وبين إنجلترا في أعقاب الحرب العالمية الثانية لترتيب وضع منطقة الشرق الأوسط، كانت الولايات المتحدة الأمريكية تملي إرادتها على إنجلترا بعد أن أدركت أن إنجلترا وحدها لا تستطيع لا أن تحافظ على مصالحها في المنطقة، ولا تستطيع حتى أنها تتصدى للهجمة السوفيتية على المنطقة. وبالتالي ألو دكتور باسم، معك يا دكتور. حضرتك دكتور، ما حضرتك تفضل. الصوت واضح؟ ممتاز يا دكتور، تفضل. ولهذا دخلت الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب مباشرة مع بريطانيا في مفاوضات لترتيب الأوضاع في الشرق الأوسط والشرق الأقصى، وهذا الترتيب يستهدف حماية مصالحها في ظل تصاعد الحرب الباردة. القوة الأخرى التي خرجت من الحرب أيضا أقوى الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي خرج من الحرب أقوى من ذي قبل، كالولايات المتحدة الأمريكية. القوة التي خرج بها الاتحاد السوفيتي كان بيحاول أنه يستخدمها في الاستجابة لاحتياجات الثورة الصناعية لديه، كان بيحتاج إلى مصادر للطاقة وبيحتاج إلى أسواق، بيحاول أنه هو يوصل لها، وبالتالي بيحاول يحقق علشان يوصل لهذه المصالح الحلم اللي كان بيراود بطرس الأكبر. بطرس الأكبر ده كان حلمه إيه؟ كان الحلم بتاعه أنه هو يخلق ممرات تمكن روسيا أو تمكن الاتحاد السوفيتي فيما بعد من الوصول إلى المياه الدافئة، إلى الوصول للمياه الدافئة، وتجاوز الحصار اللي كان بيفرض عليه بسبب المناخ وبسبب الظروف الطبيعية، وبسبب أيضا بعد كده بعد الحرب العالمية الثانية الحصار اللي كان الغرب بيحاول إن هو يعني يحاصر به المد الشيوعي
اللي كان ممكن ينطلق من الاتحاد السوفيتي نحو مناطق المصالح الغربية في الشرق الأوسط وما هو أبعد من الشرق الأوسط. لذلك تطلع الاتحاد السوفيتي إلى العمل بالخليج بعد الوصول إليه عبر إيران، كان بيفكر أنه يخترق إيران. وعشان كده هنلاحظ أن روسيا أو الاتحاد السوفيتي حاول يحول شمال إيران إلى يعمل في شمال إيران ما يمكن أن يسمى بالدولة الشيوعية أو الدولة الاشتراكية من خلال حزب أسسه هناك، هو حزب تودة وكان بيدعمه، ولأنه كان بيرى أن اختراق إيران هيؤدي به للوصول إلى الخليج، ووصوله إلى الخليج هيمكنه من الوصول إلى المحيط الهندي، وإذا نجح في الوصول إلى المحيط الهندي ده هيمكنه من العمل في الشرق الأقصى والعمل في المنطقة العربية وشرق إفريقيا، وبالتالي يبقى قادر يكسر الحصار القاري أو الحصار المفروض عليه من الغرب في كانت بتقود الولايات المتحدة الأمريكية، وبكده يقدر يعني ينشر الثورة الاشتراكية وخارج ما حدود الاتحاد السوفيتي. ده فيما يتصل بالظرف الدولي اللي كانت ثورة يوليو يعني هتقوم فيه بالظبط. إذن بعد الحرب العالمية الثانية حصل عندنا تغيرات كبيرة جدا، إن القوى الاستعمارية القديمة إنجلترا وفرنسا الاثنين بدأوا يتراجعوا، بدأت تظهر قوى جديدة تبدأ تحرك العالم. هذه القوى رغم أنها كانت حليفة اليوم في الحرب، لكنها من أجل مصالحها بدأت تخطط لعالم جديد لابد أن ينتصر فيه طرف على الآخر، عالم لابد أن يخضع لسياسة الاستقطاب التي كان يمارسها الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية والتي من طرف من جهة، وتمارسها الولايات المتحدة الأمريكية والغرب من جهة أخرى. طيب المنطقة العربية كان وضعها إيه؟ الوضع المنطقة العربية كانت واحدة من أهم مناطق عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية اضطرابا. وليه اضطرابا؟ أولا لأنها في كلها كانت دول مستعمرة. الحاجة الثانية أن الصراع حول الدول العربية من جانب الأطراف المنتصرة وخصوصا الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية كان على أشد. في الوقت ده كانت الدول العربية بتسعى للتحرر كغيرها من مناطق الايه من المناطق الاستعمارية. طيب لماذا كل ده؟ أهميتها للغرب في الحرب الباردة كانت يعني استراتيجية بسبب الموقع، واقتصادية بسبب إمكانياتها النفطية، وكمان أيضا بسبب مشروع الدولة اليهودية اللي أعلن عنه بعد الحرب العالمية الثانية بسنوات قليلة أو بشهور قليلة. بمجرد ما أعلن عن قيام إسرائيل كان لابد أنه إسرائيل، على فكرة لو إحنا عدنا نقرأ الوثائق الغربية هنلاحظ إيه؟ أن الغرب بعد الإعلان عن قيام إسرائيل كان يسعى لأن يتخلص من مشاكل اليهود في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وينقل هذه المشاكل إلى منطقة الشرق الأوسط. طب ده من خلال إيه؟ يعمل إيه؟ يقول لك أنا هعمل نظام شرق أوسطي جديد كبير، مش يضم الدول العربية فقط، لا هيضم الدول العربية وبعض دول شرق إفريقيا، وهيضم تركيا وإيران وأفغانستان وباكستان واليونان وممكن إيطاليا. طب الشرق الأوسط الكبير ده الهدف منه إيه؟ الهدف إن أنا أخلي إسرائيل تبقى واحدة من دول هذه المنطقة. الحاجة الثانية كمان هتبقى مستوعبة ويبقى نشاطها الاقتصادي موجود هناك، واحنا نتكلم عنه بعد كده، وبالتالي ما يبقى ما تحسش بمقاطعة وما تحسش بعزلة. في نفس الوقت ان احنا نستخدم الشرق الاوسط ده في يعني فرض طوق على الاتحاد السوفيتي يحول بينه وبين الوصول الى منطقة المياه الايه المياه الدافئة. من هنا بسبب هذا التصور حصل تقارب انجلو امريكي، وهذا التقارب الأنجلو أمريكي هو اللي فتح زي ما قلت من شوية الباب أمامهم للدخول في مفاوضات، في أكتر من جولة للمفاوضات لترتيب أوضاع المنطقة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وكانت مصر واحدة من أهم المناطق اللي كان الغرب بيسعى لتحديد وضعها في التصور الجديد، لأنه المشروع الشرق الأوسط زي ما بقول كان له أبعاد اقتصادية وأبعاد سياسية وأيضاً أبعاد عسكرية. طيب أبعاده الاقتصادية إيه؟ يعني شوف بس عشان ناخد بالنا
شوف ثورة يوليو قامت في توقيت حرج جدا وفي ظل هذه المتغيرات، وبالتالي هنلاحظ أن الذين قاموا بهذه الثورة كان عندهم جرأة شديدة جدا، وكان عندهم إصرار على النجاح، وكان لهم رؤية في التعامل مع هذا المشهد السياسي الدولي، أعتقد الذي قرأوه بعناية شديدة جدا وتعاملوا معه باقتدار. وأي ثورة يعني لو كان يقودها مجموعة غير مدركة وغير واعية قامت في هذه الظروف، ما كانش من المقدر لها أن تنجح بأي حال من الأحوال. على أي حال، المشروع الشرق أوسط زي ما قلت كان له أبعاد اقتصادية وأبعاد سياسية وأبعاد عسكرية. الأبعاد الاقتصادية شكلها إيه؟ كانوا عايزين يقيموا نظام اقتصادي، شوف خد بالكم الكلام اللي أنا بقوله، يدار من خلال إسرائيل، تحويل إسرائيل إلى دولة صناعية تستقبل المواد الأولية لكل اللي بتنتج في كل الدول العربية. يعني مصر بتنتج مثلا القطن يتجه لإسرائيل علشان يبقى فيه صناعة للمنسوجات، دول الخليج بتنتج نفط أو بترول أو غاز يروح لإسرائيل وبالتالي يحول علشان يوظف، وهكذا. وبالتالي إسرائيل تبقى هي زي ما هي بتاخد المواد الأولية تبقى مركز صناعي للمنطقة، وبالتالي فالمنطقة هترتبط بيها حتى يعني تحول هذه المواد الأولية إلى منتج. طب والحاجة الثانية، توفر السلع للأسواق العربية. وأنا هنا بتوقف لنقطة مهمة جدا، احنا نلاحظ في الستينات، نلاحظ في الستينات كان في حاجة قضية أثيرت، وهي قضية إيه؟ إن الأسواق العربية أصبحت تغرق بسلع غير معروف هويتها، غير معروف هوية. هذه السلع كانت بتأتي من إسرائيل ولكن ما كانتش الهوية بتاعتها محددة، وبالتالي ده عمل مشكلة كبيرة جدا. لكن جامعة الدول العربية استطاعت يعني أن يعني تتخذ بعض المواقف للحفاظ على السوق العربية وتعزل إسرائيل عنها، ودي خدت من الجامعة العربية أو من مجلس جامعة الدول العربية جهود كبيرة جدا في الستينات من أجل إيه؟ من أجل وقف هذا الإغراق للسلع الإسرائيلية أو السلع اليهودية للأسواق العربية. فعلشان كده المشروع الشرق أوسط البعد الاقتصادي كان عاوز يحول إسرائيل إلى قلعة صناعية في المنطقة، هذه القلعة الصناعية تستقبل المواد الأولية وتصنع احتياجات الدول العربية، وبالتالي يربط الدول العربية أو الأسواق العربية بدولة إسرائيل، وتبقى هي دولة المركز، والعرب أو الأسواق العربية ما هي إلا يعني أفلاك بتتحرك حوالين السوق الإسرائيلي. طب الحاجة الثانية، البعد الثاني في البعد الاقتصادي، في البعد الاقتصادي للمشروع الشرق الأوسطي، بيعمل في الدول العربية تنمية زراعية في مصر في العراق وفي الأردن، الدول المحيطة بفلسطين. طب الهدف من ده إيه؟ علشان يوفر احتياجات الشعوب في المناطق دي من المواد الغذائية، ويوفر أيضا مجال لاستيعاب اللاجئين الفلسطينيين. يعني هو المشروع قايم على أن فلسطين يجب أن تفرغ علشان يبقى في توازن بين اليهود وبين العرب في فلسطين، وبالتالي لابد أن تفرغ من أعداد كبيرة جدا من الفلسطينيين. هيروحوا فين؟ وهيشكلوا ضغط على الدول دي، وبالتالي يروحوا العراق، جزء منهم يروح الأردن، جزء منهم يروح مصر. وبالتالي فالمشروع الشرق أوسطي كان فيه بعد مهم جدا، وهو بعد إيه؟ أن تكون هناك تنمية زراعية في مصر، أن تكون هناك تنمية زراعية في الأردن، أن تكون هناك تنمية زراعية في العراق. هذه التنمية الزراعية ليست من أجل سواد شعوب هذه المنطقة، ولكن من أجل استيعاب نسبة في كل دولة من اللاجئين الفلسطينيين. ده البعد الاقتصادي للمشروع الشرق أوسط. البعد السياسي، فاضل 9 دقائق على الجلسة الأولى. ماشي يا فندم، انا هخلصك في الجلسه الاولى وبعدين بعد كده. لا يا دكتور بالعكس، احنا مع حضرتك الامسيه كلها، فمفيش مشكله خالص، بس انا بحط التايمينج عشان نظبط على اساسه امتى نقطع ما يبقاش في وسط الحوار. ماشي يا فندم. الابعاد السياسيه، اقامه انظمه سياسيه مستانسه، يعني الانظمه لازم تقام انظمه سياسيه في المنطقه العربيه مستانسه. هذه الانظمه تمتلك قوه، خلي بالك، قوه عسكرية، ولكن خلي بالكم من هنا، قوة عسكرية مش لدرجة تمكنها من أن تهدد إسرائيل، ولكن لضبط الأمن الداخلي وتحقيق الاستقرار فقط.
وبالتالي القوة العسكرية التي كانت مقدرة في هذا المشروع الشرق الأوسطي للدول العربية هي قوة عسكرية محدودة الهدف. ليه؟ لأنك أنت هتدخل في مشروع إقليمي للدفاع عن الشرق الأوسط، وبالتالي الإمكانيات العسكرية اللي هتتوفر لهذا الإقليم مش هتبقى أنت مسيطر عليها، ولا أنت أيضا بتتحكم فيها، ولا أنت بتوجهها بالشكل اللي أنت عايزه، لكن هنسمح لك بأن تكون لديك إمكانيات موجودة في الداخل. هذه الإمكانيات لا تمكنك إلا لضبط الأمن والاستقرار، ولا تمكنك من تهديد الكيان اللي احنا زرعناه في المنطقة. طيب الأبعاد العسكرية، إقامة مركز قيادة للشرق الأوسط، حلف يعني، حلف شرق أوسط، يتولى حماية المنطقة والدفاع عنها، وتشارك فيه كل دول المنطقة العربية. طبعا سواء كان عندها إمكانيات أو ما عندهاش إمكانيات، هتبقى الأراضي بتاعتها عبارة عن قواعد عسكرية موجودة، ويختاروا هذه القواعد العسكرية في المناطق المستحسنة. وخطط لأن تكون مصر مركز القيادة لهذا المشروع، وقناة السويس تحديدا هي هتكون الايه المكان ده، هي هتكون مركز القيادة للمشروع. وده خلى الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا يفكروا سنة في تغيير الوضع في مصر. معاهدة 36 المصريين مش عايزينها، خلاص ممكن نشيل معاهدة 36، بس نربط إلغاء معاهدة 36 بالانخراط في مشروع الدفاع الشرق أوسط اللي احنا عايزينه. وبالتالي لو المشروع ده اتعمل، سيتم سحب القوات البريطانية التي لا تكون هناك حاجة إليها بعد إقرار المشروع طبعا. لكن حكومة النحاس رفضت هذا العرض، وقررت إلغاء معاهدة 36 من طرف واحد، وظل المشروع الإقليمي للدفاع عن الشرق الأوسط الذي كان من المقترح أن تكون مصر مركز القيادة بتاعته مطروحا حتى بعد قيام ثورة يوليو 1952، وحاولت الولايات المتحدة الأمريكية الترويج له في مصر سنة 53، لكن أثناء زيارة وزير خارجيتها دالاس للمنطقة، ولكن رجال ثورة يوليو رفضوا هذا المشروع تماما، ورأوا أنه لا يمكن لمصر أن ترتبط بمعاهدات تؤدي بها للدخول في أحلاف، وهي ما زالت يعني لم تنهي المسألة الخاصة بها مع إنجلترا. في هذه الظروف الصعبة قامت ثورة 52، عاد تشكل النظام العالمي، تمسك إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية بالبقاء في مصر، وربط إلغاء المعاهدة زي ما قلت بالانخراط في مشروع إقليمي للدفاع عن الشرق الأوسط. وفي ظل هذا الوضع طبعا كان الوضع الداخلي في مصر يزداد تعقيدا، يعني الوضع الدولي معقد والوضع في الداخل معقد. ورغم هذا قامت الثورة التي كانت قيامها مخاطرة كبيرة جدا. إنجلترا على فكرة كان ممكن تتدخل لضرب الثورة عسكري، لكنها يعني نأت بنفسها تماما ولم تحاول أن تتدخل عسكريا لوقت الثورة، لخشيتها من أن تتورط في مواجهة غير مأمونة العواقب، خصوصا بعد معركة الإسماعيلية، وأيضا بعد تغير موازين القوة في العالم، وبدأ الاهتمام الاتحاد السوفيتي يهتم بمصر ويهتم بالمنطقة العربية ويقدم عروض لمساعدة حركات التحرر في الدول العربية، وده كان أيضا بيزعج إنجلترا. ولهذا حاولت إنجلترا الالتفاف على الثورة، لكن محاولاتها باءت بالفشل، وقبلت في النهاية بالدخول في مفاوضات مع رجال ثورة 52 التي انتهت إلى اتفاقية الجلاء سنة 1954، في وقت كانت تطرح رؤى لتغيير شكل الاستعمار بالدوائر البريطانية. أنا عايز برضو هنا ناخد بالنا، يعني في الوقت اللي إنجلترا دخلت فيه في مفاوضات مع الضباط الأحرار وانتهت إلى اتفاقية الجلاء، وعايز أقول حاجة، اتفاقية الجلاء انتهت تقريبا إلى نفس الصياغات التي انتهت إليها المفاوضات المصرية البريطانية بعد تصريح 28 فبراير 1922، ولكن قادة الثورة كان عندهم إدراك أنه نقبل بهذا الطرح، لكن تنفيذه سيخضع لعامل الزمن، وبالتالي
يعني لن نكره على أو نجبر على تنفيذ ما لا يتفق مع ظروف ومصالح المجتمع المصري. لكن في الظروف دي يعني على فكرة كان في مشكلة تانية، وهي أن الدوائر السياسية البريطانية كانت بتقدم رؤى لشكل الاستعمار الجديد. بمعنى إيه؟ أنه بعد الحرب العالمية الثانية شكل الاستعمار التقليدي كان لازم يتغير، وبالتالي الرجال القيادة العسكرية في إنجلترا كانوا يرون الحفاظ على شكل الاستعمار التقليدي والبقاء على المستعمرات والكلام ده كله، لكن رجال المال ورجال السياسة كان لهم رأي تاني خالص، قال لهم لا، احنا الوقت الحرب العالمية الثانية أظهرت لنا تكنولوجيا جديدة لإدارة الصراع، وبالتالي نستطيع أن نحجم أي قوة من خلال المياه الإقليمية والتقدم التكنولوجي في صناعة السلاح، ونستطيع أن نحجم أي دولة من خلال إدارتنا للاقتصاد الدولي وتحويل هذه الدول إلى دول تابعة ونربطها بينا ارتباط شديد. لكن وده على فكرة اللي خلق مشاكل كتيرة لثورة يوليو. يعني أنا عايز أقول على حاجة، تمويل السد العالي، قضية تمويل السد العالي مرتبطة بهذه التحولات الدولية وبتغير موازين القوى في العالم ورؤية الغرب لاستراتيجية إدارة الصراع في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. العدوان الثلاثي على مصر سنة 56 ممكن نأجل النقطة الجديدة يا دكتور؟ هنستأذن حضرتك؟ نعم نستأذن حضرتك نأجل النقطة الجديدة للجلسة الثانية، هقفل وافتح على طول لأنه أنا كمان عندي كمان تساؤلات كتير ومداخلات كتير، ففعلا النهاردة الأمسية مع حضرتك هنستأذن إنها تطول شوية. تحت أمرك ونواصل مباشرة عشان النقطة اللي فيها من أولها. تمام يا فندم، حاضر، ماشي، شكرا جزيلا، شكرا، مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة.